احنا قد الشيله واكتر. علشان كده الجمله تفضل كده، احنا قد الشيله واكتر. وارجع اقول تخيلوا لو امثال هؤلاء زي وجدي غنيم وغيره ما زالوا يحكموننا، كنا هنكون عايشين في غياهب الظلام وفي تحريم الآثار. وأنا بتفرج على الموكب قلت الحمد لله يا رب، الحمد لله، رحمة الله على كل شهيد، يعني كل شهيد ضحى بدمه عشان البلد دي يكون لها حال آخر ووضع آخر. فقدنا ناس كتير جدا، لكن احنا الآن واحنا بنشوف الموكب ده، ده كان إحساسي ومشاعري، يعني غير الانبهار والسعادة وكده، لكن الحقيقة انه إحساسي كان الحمد لله أننا لسنا في عصر الإخوان، وإلا دول كانوا هيبقوا ميتين وكفرة، وغالبا كنا هنرميهم في المخازن وما نفرجش الناس عليهم، وكنا هنبقى في كارثة، ودول كلهم كل الستات دول كانوا يكونوا عورة، ونقفل عليهم وندهن الحاجات، وكنا هنبقى في وضع تاني آخر. الحمد لله يا رب، إحنا قد الشيلة، وادي المشهد.